السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من منبر الثورة. نتحدث اليوم عن محافظة يمنية، هذه المحافظة المكلومة وطنا وإنسانا، التي شرد أهلها والتي قطعت أوصال كثير من مناطقها. إنها أبين المكلومة التي حصلت فيها مؤامرات كثيرة على قواتنا المسلحة فيها، التي أسر فيها أسرى من أبناء اليمن، أسرهم كذلك أبناء لليمن يحملون فكرا غير الفكر الإسلامي الوسطي الذي دعانا إليه ديننا الإسلامي. نحن في حلقتنا هذه اليوم نتحدث عن قضية هامة، وهي الإفراج عن 73 من الأسرى الجنود الذين لهم فترة طويلة في أيدي ما يسمون بأنصار الشريعة. قبل الحديث عن هذه القضية وعن هذا الموضوع، أود أن أذكر بأننا ونحن نتحدث عن هذا الموضوع ننطلق من الإسلام. الإسلام الذي أعطى مكانة عظيمة للإنسان كونه إنسان. الله عز وجل كرم بني آدم إجمالا، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالإنسان في الإسلام مكرم في كل أموره، في كل شؤونه، في كل أحواله، سواء كان مسلما أو كان كافرا، يهوديا أو نصرانيا. الإسلام يتكلم عن قيمة الإنسان كقيمة أساسية مهمة مكرمة. ومن تكريم الله عز وجل له وبيانه أن أرسل إليهم الرسل، أن أقام إليهم الحجج، أن جعله خليفة في الأرض، أن كرمه على الملائكة، فقال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. استخلفه. من كرامة الله عز وجل للإنسان أنه كونه من روح وجسد، وجعل روحه منه سبحانه عز وجل حينما قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فكرم هذا الإنسان بهذا الحال، كرم الإنسان إجمالا كما ذكرنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية، ذكر كثيرا من مثل هذه القضايا. الله سبحانه وتعالى ذكر على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنالك جنازة تمر، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقال الصحابة رضوان الله عليهم: إنها ليهودي. فقال: أوليست نفسا؟ هي مكرمة عند الله سبحانه وتعالى، هذه النفس، بغض النظر عن دينها. أما المسلم فهو أشد تكريما عند الله عز وجل، ولذلك حرم أذيته بأي صورة من الصور، في عرضه، في ماله، حرم قتله بأي صورة من الصور. بل من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات أن تقتل نفسا، أن تقتل مسلما، سواء كان ذلك المسلم جنديا كما يتصور بعض الناس، كما هو حال الذين هم موجودين في أبين ويدعون أنهم يريدوا أن يقيموا إمارة إسلامية. إذا كانوا يريدون أن يقيموا الإسلام، فإن اليمنيين كلهم يحملون الإسلام منذ أن جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. إن كانوا يريدون تطبيقا لها فليجمعوا أيديهم بأيدي اليمنيين بشكل عام، فمن ذا الذي يغاير أو يمتنع عن مثل هذه القضية؟ ولذلك سنكمل حديثنا. نحن الآن لدينا اتصال، وهو الأخ نجيب المسلمي، أحد أهالي الأسرى من أبين. أخي نجيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي نجيب، بداية، كيف تلقيتم خبر الإفراج عن الأسرى؟ والله يا عزيزي، أولا أتانا اتصال من أخواننا الموجودين في جعار. نعم. يعني تقريبا يقولوا لنا، يعني علينا أن نزول يوم الجمعة إلى منطقة جعار. نعم. حيث سوف يتم تسليم الأسرى. نعم. نزلنا بعدها إلى منطقة عدن، وتم السفر يوم أمس إلى منطقة جعار، وكان في وفاقة كبيرة من المشايخ التي نقدم لهم الشكر والتقدير. نعم. باسمي وباسم أهالي الأسرى لو سمحتني. نعم. وهم المشايخ وأموال وعيال ومواطنين منطقة المخزن في جعار، وعلى حسن الكرم والضيافة الذين سجلونا بكل صدق وقوة. وكذلك نشكر المشايخ الذين حضروا معنا من مشايخ يافا وردفان ولح، الذين قاموا بمجهود كبير في دور الإفراج عن الأسرى. نعم. فهذا يعني ما تم الإفراج عنهم إلا بوساطة المشايخ والعقال،
وكذلك نشكر الأخوان الذين كرمونا بالضيافة في جعار. نعم. وحيث لحد الآن يعني قالوا لنا إن شاء الله يتم الإفراج عن الغدوة. يعني أخي نجيب أود أن أسألك. أنت الآن أين بالضبط؟ هل أنت الآن في جعار أو في مكان آخر؟ وعلى موعد تسليم الأسرى أين ستستلمونهم بالضبط؟ احنا موجودين عند شيخي، يعني موجود هناك في المخزن في منطقة جعار مساء. نعم. يعني يعودنا ان شاء الله، قالنا للصباح ان شاء الله، الصباح اخر موعد لتسليم الأسرى. فاحنا ما ندري الصباح بدنا نكون الصباح او الصباح، لا ندري متى سيكون. نعم. اخي نجيب، خلال الفترة الماضية هل سمح لكم بالتواصل مع الأسرى؟ هل اتصل بكم أسراكم؟ وبالمناسبة حدثنا، من هو أسيرك أو هنالك أكثر من أسير بالنسبة لك؟ شكرا لك أخي. بالنسبة لأسيري، أسيري هو أخي الأكبر مني، نبيل صالح المسلمي. نعم. وكذلك بالنسبة لبقية سؤالك أخي إيش؟ سألتك هل تواصلتم معه، هل سمح لكم خلال الفترة الماضية التواصل؟ طيب. يعني احنا تواصلنا معهم، كانوا يتواصلوا معنا، اتصلوا معنا بعد اكثر من يمكن في اسبوع، تواصلوا معنا، قالوا احنا موجودين عند انصار الشريعه في منطقه جعار، لكننا لم نستطيع الوصول هناك، حيث انت تعلم في معركه هناك خاصه في جعار وفي زنجبار، كانت معركه كبيره واحنا لم نستطيع الوصول اليهم. كانوا يسمحوا لهم بالاتصال في كل اسبوع، يعني يتواصلوا معهم واسرهم. نعم. اخي نجيب، في هذا المناسبه، ما هي رسالتك التي تود أن توجهها لأنصار الشريعة عندك في جعار؟ ماذا تريد أن تقول لهم يعني إجمالا حول هذا الوضع، حول أخذ جنود يمنيين، حول قتال والخروج عن المسلمين بشكل عام بهذه الصورة بهذا الحال؟ أنا بالنسبة يا أخي لا يهمني في هذا الوقت إلا هو خروج أخي التي أنا منتظر خروجه من قبل شهرين، وحيث ونحن نعاني كثيرا، نحمد الله ونشكره على ان اخي ان شاء الله سوف يتم الافراج عنه. شيء ثاني انا لا اتدخل فيه يا اخي. خير ان شاء الله. الاخ نجيب المسلمي احد اهالي الاسرى يحدثنا من ابين، شكرا جزيلا لك. نكمل حديثنا اعزائي المشاهدين. النفس المسلمه محرم قتلها، محرم اذيتها في نفسها، في مالها، في عرضها. لقد قال الله عز وجل وهو يتحدث عن اعظم ما يمكن ان تحدث من الكبائر والمعاصي هو قتل المسلم بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جزاؤه جهنم تنتظره. وذكر الله سبحانه وتعالى أن جهنم من ورائها كذلك شيء آخر، كما قال الله عز وجل فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وذكر الله عز وجل في خاتمة هذه الآية بأن له عذاب مهين سيعذبه رب العالمين، لأنه في حال ارتكب جريرة عظيمة، ارتكب جرما عظيما عند الله سبحانه وتعالى لا يواسيه شيء. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. هذا المسلم الذي يراق دمه تحت أي مبرر، أنت الذي ولا سيما من يخرج عن المسلمين وعن جماعة المسلمين بأي صورة من الصور، لغة البندقية لغة أثبتت أنها لا تؤدي إلى نتيجة، لغة البندقية لغة مرفوضة في زمننا هذا. إن كان لهؤلاء مطالب وإن كانوا يرون تصورا صحيحا لبناء يمن جديد تحت أي مسمى، فعليهم أن يمدوا أيديهم إلى اليمنيين إجمالا. نحن مقبلون في هذه المرحلة على مسألة الحوار الوطني، الحوار الذي لا يستثني أحد، حتى هؤلاء يجب أن يتركوا السلاح. وقد قال كثير من علماء المسلمين في زمننا الحاضر أن هذه الجماعات الواجب عليها أولا أن تضع أسلحتها، ثم بعد ذلك تأتي لتضع حجتها. الحجة أبلغ، يمكن أن يقتنع الناس بفكرهم، يمكن أن يقتنع الناس بما يحملون من أفكار ويصبح هذه الأفكار للناس جميعا، لكن أن تتمترس وراء البندقية ووراء الرصاصة ووراء القذيفة، أن تقطع السبيل، أن تخيف الآمنين، أن تفعل كل ذلك، ثم تريد
ثم بعد ذلك تريد أن تقول بأنك وراء شرع الله وبأنك تنفذ شرع الله، لا شك أن هنالك فهما خاطئا للإسلام، ولذلك يجب على المسلم أن يكون بعيدا عن مثل إراقة الدماء والبعد عن مثل هذه القضايا، لأنها من الأمور التي توصل إلى عذاب الله سبحانه وتعالى العذاب الأليم. ونحن في هذه الحلقة نتمنى من هؤلاء أن يصغوا لنا سمعا، أن يصغوا لليمنيين إجمالا سمعا، وأن يحاولوا أن يكونون قريبا من هذا المنطق، منطق الحوار، منطق الحجة، منطق هذه كلها من الأمور التي توصلنا إليها.